الأسبوع ده كنا اتكلمنا في حلقة عن المكمل الغذائي المناسب اللي تديه للطفل عشان يزود مستوى ذكائه بأمان تام من غير أي مشاكل ومن غير أي موانع استعمال. طيب، احنا مقربين على امتحانات الثانوية العامة، برضو من أكتر الحاجات اللي بتشغل بال ناس كتير. احنا عايزين ولادنا واحنا داخلين على امتحانات سواء الثانوية العامة أو الجامعة، عايزين حاجة تزود التركيز والذاكرة لأولادنا من غير برضو موانع استعمال ومن غير مشاكل. طبعا التوتر والرهبة بتاع المذاكرة ده بيعمل قلة تركيز، بيعمل ممكن مفيش فوقان بقى ونسيان كتير، واللي بيسهروا طول كل يوم على التلفزيون وعلى الموبايلات وعلى البتاع في المذاكرة النوم بيحلى قوي. طيب، مفيش حاجة بقى تساعد أولادنا على المذاكرة لو عندهم فعلا مشكلة في حكاية النسيان دي؟ طبعا في أنواع معقولة جدا وكويسة للفترة العمرية اللي هي من 14 سنة وطالع، اللي هو ثانوية عامة جامعة كده. هو في أفضل حاجة طبعا الأركاليون فورد اللي هو ده. أركاليون فورد هو اللي هو مادته سالبيوتامين، ده من افضل الحاجات اللي هي بتساعدنا في حكايه الذاكره والتركيز والنسيان والكلام ده، حاجه جميله جدا. الاركاليون فورت اللي هو ده بتاخد حبايه واحده كل يوم بعد الفطار لمده شهر، يعني يستحب تاخده ايام الامتحانات نفسها، هو ما يستحبش استعماله اكتر من شهر، الافضل شهر بس كفايه، حبايه بعد الفطار كل يوم لمده شهر. الاركاليون فورت هو نوع من انواع فيتامين بي 1، او مشتق من فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين. بيشتغل بثلاث طرق، ان هو بيزود الدوبامين فبالتالي بيحسن الذاكره، بيزود الاسيتيلكولين وده بيخليه ممنوع لمرضى الباركنسونيزم او الشلل الرعاش، وكمان هو بيزود السيروتونين اللي هو بيحسن الحاله المزاجيه. زي ما قلنا الاركاليون فورت ممتاز جدا، بس استعماله شهر وتوقفه، لذلك يفضل الفتره بتاع الامتحانات ممكن تاخد لك كل يوم حبايه بعد الفطار. طيب، مفيش حاجه ناخدها من دلوقتي من قبل الامتحانات، يعني قدامنا لسه شهر ونبدا امتحانات، نبدا من دلوقتي حبايه كل يوم بعد الغداء، حاجه اسمها جينكو فيت او ترينو تريكس او جينكو فيت. ترينو تريكس هو صنف نازل جديد بديل للجينكو فيت. جينكو فيت او ترينو تريكس، جينكو فيت الشريط ب 24، الترينو تريكس الشريط ب 17، هو اوفر شويه من الجينكو فيت. جينكو فيت ب 24 الشريط، والترينو تريكس ب 17 جنيه، يعني العلبه ب 34، هنا العلبه 24 شريط واحد. ده اوفر في السعر ب 17 جنيه ترينو تريكس. ده لو استعملناه، او ترينو تريكس لو استعملناه من دلوقتي حبايه كل يوم بعد الفطار فتره طويله، شهرين ثلاثه براحتنا خالص، ونستعمل معاه اركاليون فورت حبايه بس بعد الفطار لمده شهر، يبقى الاركاليون فورت مره واحده لمده شهر، وده مره واحده بعد الغداء لمده شهرين ثلاثه براحتنا خالص. وعلى فكره ينفعوا برضو لكبار السن، بس اهم حاجه الاركاليون شهر وتريح، ممكن تريحش لو حد كبير في السن بقى عايز يستعمل اركاليون فورت، استعمله شهر مثلا ويريح شهر شهرين واستعمله تاني. الترينو تريكس او الجينكو فيت تركيبتهم فيهم رويال جيلي عشان يزودوا النشاط ويقللوا التعب، وفيه جينسنج عشان يزود يحسن الذاكره ويحسن القدرات الذهنيه، وفي كمان جينكو بلوب اللي بيزود وصول الدم للمخ، فبالتالي برضه بيمنع الدوخه وبيمنع ويزود التركيز وبيزود برضه القدرات الذهنيه. فتركيبه مثاليه فيها الثلاث حاجات اللي احنا عايزينها، فيها الجينكو فيت، فيها الجينكو فيت والترينو تريكس، فيهم الرويال جيلي وفيهم الجينسنج وفيهم الجينكو بلوب. دول ما لهمش اي اعراض جانبيه او موانع استعمال نهائي سواء ده او ده. الاركاليون فورت امن جدا، بس ممنوع للحوامل، يعني لو بتستعمليه وحملتي توقفيه على طول. المرضعات ممكن يستعملوه تحت اشراف الطبيب. ده والجينكو الدولان يستعملهم لاي سن عادي مفيش مشاكل دولا، انما الاركاليون فورت فوق ال 15 سنه زي ما قلنا 14 وطالع، يعني استعماله شهر بس ونوقفه، عايزين نستعمله تاني نريح لنا شهر ونستعمله تاني، او نريح شهرين ونستعمله تاني.